بس اتمنى تبقى الناس بتريليت للحاجه دي وفي نفس الوقت تضحك برضه. طيب ايه اللي حمسك ان انت تشاركي في العمل ده اول ما جالك الورق وقريتيه؟ اول ما استاذ وليد كلمني على الدور انا لما قريت الورق اتبسطت قوي وحسيت اللي هو لا ده فيلم ممكن يعجب الناس جدا ان شاء الله وهيضحكهم عشان هو الكومبو بتاع المواقف اصلا خطير. واتحمست برضو لما عرفت طبعا الكاست وبس كان احلى كومبو يعني. طيب وقت نزول الفيلم دلوقتي موجود معايا كذا فيلم تاني، انت مش حاسه بارتياب من ده شويه؟ لا خالص، احنا الفيلم بتاعنا حلو وافلام الناس كلها حلوه. حسيتي شويه ان هو تجربه سينماتيك في الهرشه السبع؟ ما هي ما مش كل حاجه عن الجواز هتبقى الهرشه السبع، ما هو ده مش اول مسلسل في الحياه يتعمل عن ولا اخر مسلسل عن الجواز، بس لا هو مختلف تماما، هو مختلف عن الهرشه بالعكس، هو كله ضحك وكله مقالب وخناق، ويعني الموضوع مش اللي هو بنتكلم في حاجه بجديه قوي، لا احنا بنتكلم اه في حاجه جديه بس في نفس الوقت طريقه بضحك. في حاجه دراما بتستعدله يعني تعاونك الكتير مع محمد ممدوح وامينه خليل، يعني ايه كواليس التعاون معاهم؟ والله مش احنا اللي بنظبطها بس هي بتبقى كده يعني، هي بيبقى حتى مخرج تاني مؤلف تاني بيبقوا طالبين الكاست ده مع بعض. بحس ان انا من الناس المحظوظه ان انا اشتغلت مع الناس دي والحاجات عجبت الناس، وبحس ان الناس دي عيلتي وببسط قوي 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 معاهم، ويا رب كل حاجه تبقى مختلفه عن الحاجه اللي قبلها، ما نعملش حاجات شبهها. كلميني عن شبه الشبه اللي بيني وبين، يمكن انه الحاجه اللي احنا مؤمنين بيها بنتكلم فيها من غير ما نبقى بنعمل حساب لحد قوي طالما الحاجه دي مش بتاذي حد. بس ايه عملك الفتره الجايه؟ عندي مستنيه عرض مسلسل معاويه مع استاذ طارق العريان ان شاء الله، وفيلم آلة شلبي مع مخرجه ايتن امين، ومستنيه برضو نخلص في فيهم حاجه في رمضان الجاي. كلمينا عن دور معاويه ان شاء الله. انا مش موجوده في الحشاشين. موجوده. طب ايه كواليس اللي كانت مأخره مسلسل معاويه وما تعرفش رمضان الجاي؟ لا ما عنديش اي طبعا فكره عن ايه السبب الحقيقي ورا ده، بس هو مسلسل صعب جدا 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 وتصويره اخذ مننا وقت والاكشن بتاعه صعب جدا وحتى التمثيل فيه برضو صعب، ف يعني اعتقد ان هو كان محتاج وقت بس دي الفكره، لكن ان شاء الله المفروض يتعرض رمضان الجاي باذن الله ان شاء الله. بتفكريش تعملي تجربه مسرح؟ مسرح ممكن بس لو في وقت، لو في وقت وفي ورق لذيذ اه احب اعمل. هل في حاجه في الفتره اللي فاتت اتعرضت عليكي؟ في بس كان الوقت ما يسمحش، بس احب اعمل كده اكيد لما افضل ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا.